أحييك عزيزي المشاهد العربي في كل مكان، في كل قطر عربي شقيق. أنا أحييك طبعا من بلدي الثاني بغداد، البلد المضياف دائما. قالوا قديما لكي يكون إنسان كامل يجب أن يتحلى بعقل إغريقي ويد صينية ولسان عربي. وأنا أحب أن أضيف إلى هذا القول، أقول لهم خل الإنسان أو دع لهذه أو لهذا الكمال كرم عراقي جديد. فأنا في هذا البلد المضياف ونتكلم طبعا اللغة العربية، وما في أحلى منها من لغة. عموما أحب أنا أتكلم عن لهجة وتقارب هذه اللهجة بين منطقة الكويت، وأنا فنان طبعا من الكويت قريب من العراق، وبعدين أتذكر القرب الأكثر مدينة البصرة الموجودة عندنا. فنانين كثيرين يروحون يزورون هذه المنطقة أو هذه المدينة الجميلة، بالإضافة إلى طبعا المدينة الأم بغداد. نتكلم بلهجتنا الحلوة الخليجية الجميلة، وأكثر شيء وأحلى شيء كلمة شلونك أو شلونك. فهذه الكلمات الحلوة يليت إنها إن احنا نتناغم ونندمج مع بعضنا البعض من خلال أعمال خليجية جميلة نتكلم فيها في مسلسلاتنا وفي أعمالنا القادمة بإذن الله، بعض الأفلام والمسرحيات الجديدة. أنا أتفق مع الأخ المنصور، لكن أعرض في نقطة واحدة، أنه العملية يجب أن لا تبقى على مستوى الطموح. يعني يجب أن يعزز هذا الطموح بسعي حقيقي للمشاركة العربية. بالتأكيد أنا يعني يمكن إحدى الفنانات اللي شاركوا بأعمال عربية، أذكر منها مسلسل المرايا اللي عرض في دول الخليج العربي تقريبا، وفي بلاد الشام أيضا اللي أقصد فيها يعني الأردن وسوريا ولبنان. شاركوا فيها العديد من الأسماء الفنية الكبيرة، سواء من مصر أو من الأردن أو من تونس أو من المغرب أو من العراق أو من الكويت أو من باقي الأقطار العربية، من قطر وأبو ظبي وإلى آخره من الدول. كان عملية رائدة، ومو يعني هذا رأيي، مو أنا كمشاركة فيه، لكن على رأيي على مستوى المحافل الفنية كان عمل يتميز بنضج الفني، بالمشاركة والمساهمة الحقيقية للفنان العربي، سواء كان مصري أو عراقي أو كويتي أو أو أو. أيضا أذكر العمل الثاني كان زواج بالكمبيوتر اللي اشتركت أنا فيه في الكويت ومثلت بسبع شخصيات مختلفة، أيضا كان عمل باللهجة الكويتية الدارجة، والحمد لله يعني أعتقد حقق صدى جيد. تعرفين يعني واحدة مثلي حكيمة الموهوب، موهوبة العائلة والوراثة والتعليم، لازم تعرف من معاد تتعامل يا خالتي، ويعني لازم أعرف أنكم ناس فاهمين ولا لا، عاد الكلام يا خالتي ولا لا؟ وإن شاء الله عرفتي الحين من التعاملين وياه. هذه المسألة ضرورية وايد لي خالتي، يعني مو ضروري أنك تفهمين بالكيمياء علشان ما يصير تنافس بيننا في المستقبل. إنزين مسألة العيال والإنجاب شلون؟ أنا ما عندي أي مانع يا خالتي، بالعكس أنا مستعدة تماما لتأدية هذا الدور. زين عيل على خيرة الله، مبروك، يلا دخلوا استغمر دخلوا. لكن أنا لا أعتقد أن اللهجة هي العائق الوحيد للفنانين العرب. طبعا الكثير والكثيرين يقولون أن اللهجة ممكن أن تعرقل الأعمال الفنية بين فنان وآخر، لكني أنا أقول لا، اللهجة ممكن أن تبسط وممكن أن تغير المفردة الدارجة فعلا في أي بلد في أي قطر عربي، وتبدل بمفردة ممكن أن يفهمها المتلقي في مصر
أو في العراق أو في الكويت أو في قطر أو في أي مكان آخر بشكل بسيط، وتبقى اللغة العربية هي السائدة في العمل. يعني كلنا عرب وكلنا نتكلم اللغة العربية، فما أعتقد صعوبة أن تبدل. لنفترض يعني على سبيل المثال كلمة أباوع العراقية اللي هي بمعنى أنظر أو أرى إلى كلمة شفت مثلا، فمسألة بسيطة. لكن تبقى العملية ليست فقط هي طموح من الممثل أو من المخرج أو من الكاتب، وإنما هي جهود حقيقية تجمع الفنانين العرب كلهم في سبيل تحقيق هذه العملية. بعدين أيضا أنا أرى أنه يعني أتمنى، وأنا يعني هذه الأمنية أيضا أتمناها لنفسي، أن لا نبقى محدودين بالطموح اللي يتحدث في المنطقة العربية فقط. أنا بقول كمان إيه، يعني كمان ممكن جدا ان احنا كمان نتقدم في الفن من ناحية السينما او المسرح. لو احنا قدمنا مسرحية بمخرج قوي ومؤلف قوي من البلدان العربية، وبعض الممثلين ده من سوريا وده من مصر وده من العراق وده من اليمن وده من الكويت وده من السعودية والبلاد دي كلها، احنا هنخرج من المحلية وممكن نخلي العالم كله يشاهد الفن بتاعنا حتى من خلال المسرح. لان طبعا المخرج اللي هيجي هيحط كل تقاليد العالم العربي ده وكل نضاله وكفاحه، سواء كان في مسرحيه او في فيلم. يعني حضرتك شفتي المحاوله اللي كانت من الاستاذ مصطفى العقاد في فيلم الرساله وعمر المختار. وتستحق العمليه المثابره والمجهود الكبير، لاننا نمتلك شيء، ولاننا بلد ذا حضاره عريقه. وكانت يعني هذه معلومة بسيطة وبديهية ممكن أن يعرفها أي متلقي عربي، أنه العرب كانوا سادة الحضارات. فيجب أن تكون العملية ليست محدودة بالنطاق العربي فقط، وإنما نسعى سعي حقيقي أن نخرج من إطار المحلية أو العربية إلى الإطار المحافل العالمية، ونثبت مدى قدرة الفنان العربي في أي جانب فني على قدرته على العطاء وعلى إثبات موجوديته. وأعتقد إحنا عندنا الكفاءة وعدنا القدرة، لكن نحتاج إلى المثابرة ونحتاج إلى السعي الحقيقي. مع شكري وحبي لتحملكم سماعي، الفنانة هند كامل. تحياتي لكم من بغداد. إلى شلونكم وشلونك وشلونك محمد منصور. الرحلة بدأت وعرب ذات قمر من صنع الإنسان، أعطيناه هوية حضورا وصوتا عربيا، ومن أعالي العاليات تربط ساعتنا ومضى التحديث التقنيات ملكتها اليد العربية، ليصبح العقل البشري في متناول أبناء العربية صوتا فكرا وفيض شعور. أحييكم من بغداد، بلد الحضارة والتاريخ والبطولة. Thank you.
اول ما طلعنا انا والفنان عمر خورشيد الله يرحمه في مع سيدة ام كلثوم وقالتنا عملت نجاح معين وعملت ضجة في الاوساط الفنية حصل ان اتهاجمنا كتير قوي وقالوا ان آلات الأورج والجيتار آلات دخيلة على التخت الشرقي في الواقع احنا يعني تكلمنا عن هذا الموضوع عدة مرات وان آلة الأورج مثلا عزفنا بيها المقامات الشرقية الصميمة جدا وادخلنا عليها الربع تون وادخلنا عليها المقامات الاصوات الغريبة زي مثلا صوت القانون في الأورج طبعا دي اصلا مش اصوات موجودة احنا بالتكوينات المعينة حققنا وقدرنا نحقق الموضوع ده حصل ان في مرة برضو من المرات قالوا لنا طب انتوا ليه يعني يعني اصواتكم عالية يعني المرحوم عبد الحليم حافظ كان اذا كنا في بروفا مثلا والصوت بدأنا على طول الأورج والجيتار صوتهم عالي فيقول الله ده قسم المدرعات بدأ احنا نقول له طيب اوكي نغطي الصوت طبعا لحد ما تأقلمنا بعد كده وردينا برضو ايضا على اخواننا وحبايبنا وقلنا لهم ان آلة البيورنسل تعتبر آلة غربية آلة الكونترباس آلة غربية آلة الأكورديون آلة غربية ولكن العازفين اللي كانوا بيعزفوا عليها أدوا اللحن الشرقي الصميم شكرا وإلى اللقاء مجدي الحسيني بخيوط الضوء أنسج لجيل الحاضر تاريخا وأطوف على الحرف الطرقات أجمع صوت العرب صوتا تضيع بين حدوده الأصوات كل السيوف كما عرفتها تتجمع في يد البطولة سيفا عربيا ضد الطغاة وتخنق التجزئة فينا أبدا لنكون وجها واحدا صوتا موحدا النبرات ونقول لعدونا نحن هنا نبض واحد قلب واحد قمر واحد فكر واحد لسنا جمع شتات احيي المشاهدين العرب من مدينة بغداد اول شيء بحب اقوله عن مدينة بغداد وهي مش اول مرة انا بزور المدينة انه في شارع بغداد القديم وفي كل شوارع المدن العربية الباقية هناك ربط روحي وشعبي بتربط كل هذه الاحياء ببعضها اوقات كتير عديدة بكون ماشي بمدينة بغداد بقول انا هالشارع بعرفه هل شفته انا بحلب بحمص ببيروت بالمغرب هناك نوع من الروح والنفحة العربية التراثية التي تربط كل هذه الشوارع الشعبية بعضها ببعض والإنسان العربي الذي يتجول في الشوارع نفسها كمان بتشابهه لأنه في نوع من النكتة ومن الروح الطريف ومن الطرافي ومن بفتكر الكرم الإنساني الموجود عند الناس بكل الشوارع الشعبية بالعالم العربي هل متميز بمدينة بغداد مثلا هي أنه العمارة الإسلامية القديمة والعمارة الجديدة ربطوهن بشكل حلو كتير المعماري حديث وبفتكر أنه خلوا روح العمارة الإسلامية بالعمارة الحديثة وأنا بعتقد هالروح المعمارية الحديثة بتخلي روح بغداد ما تتغير يعني بعدنا من نشعر أنه نحن بمدينة بغداد
تبع القرن التاسع والعاشر والحداش بمناطق عديدة ببغداد. وأنا صار لي كمان مجال إني أروح على الموصل، وبالموصل لفت نظري القوس القديم العربي والباب الخشبي القديم. فتت عند ست عجوز دعيتني لجوا مثل ما بيعملوا بجبل لبنان وبالشام وبالمغرب وبتونس وبمناطق عديدة رحت فيها بالعالم العربي. دعيتني دخلت في باحة كبيرة، في تيني حلو كتير، في حيوانات غنم وماعز عم بتمشوا، وطلعت لعندها على باحة مرمرية رائعة بتزينها بالداير أعمدة مرمرية. أنا بالنسبة لإلي هالعمارة العربية والفن المعماري والفن التشكيلي والفن الخزفي وكل هذه الفنون ترتبط ببعضها بحضارتنا الإسلامية العربية. عيل يا لسمار عيل عيني صبح ضاع عنكم شايل، صبح ضاع عنكم شايل، وما اقدر على ذي منكم عيني تسعين بكرة وحايل، تسعين بكرة وحايل. عيون المغايا سمراء عيني ريمو بنت الجزيرة، ريمو بنت الجزيرة، يا طول شنب ريحاني وعالي حديثة تاميرة، وعالي حديثة تاميرة. ينساب الماء الرقراق من بين أصابعي صانع الثمار، ماء الفرات الحلو يحول يابس الشجر إلى عطاء سر البذار، يزخ بالطيب على الأرض بالأمل. الله يا عرق الرجال على الجبال، الله يا صانع النهار، الله لشعب الشمس والضوء والكبرياء. يا سيد التاريخ، يا أمنا الأرض العربية، زهورنا ما عادت لنا، هي بالطيب نحملها هدية، هي في قلوبنا صفاء تنشر عطرها النقية في كل البقاع العربية. يا ابنة الحاضر، يا درب المستقبل، خدينا أيتها الصبية إلى عالم اليوم وفي كل دروب أرضنا النقية. خذي ضفائر الشعر منا تذكارا وهدية، وعطري من ماء النيل بردا رقراق القوادم من الأيام أحلاما وردية. على طيب ضفائرك يا أرضنا الفتية أغادر الشواطئ إلى مرافق، شواطئ شواطئ، وكل شواطئنا كلمة ثرة حلوة، هي حفنة دفء نقية. اسمعوا اسمعوا أيها الأحباب على امتداد أرضنا العربية. في البداية قبل ما أتكلم، تحية من مصر لكل الشعب في بغداد ولكل الأبطال المقاتلين على حدود العراق اللي بيدافعوا عن العراق وعن الأمة العربية كلها. ان شاء الله ينتصروا دايما ويحققوا مزيد من الانتصارات.
علي الحجار. انا اعرف ناظم الغزالي كويس جدا، حافظ بمقامات كتير، وطبعا حافظ مواويل كتير من سيد درويش، من صالح عبد الحي، من عبد الوهاب. المقام في العراق بيبقى دايما اطول من الاغنية، يعني بياخد مساحة زمنية اطول من الاغنية. اما الموال في مصر فبيبقى تقريبا دقيقة ونص، دقيقتين بكتير، والاغنية هي اللي بتبقى اطول. الموال او المقام محتاج مقدرة صوتية عالية جدا، كبيرة جدا، محتاج مساحة صوتية عريضة المدى من القرار اللي هو العريض للجواب اللي هو العالي، الاصوات المرتفعة الحادة. بيحتاج نفس طويل، بيحتاج تمكن من اللغة ونطقها، نطق سليم، بيحتاج لقفلات موسيقية في الجمل. عند الضفة وعلى السفح أزهار تورق في الدرب، أطفال الوطن المزروع في عمق العمق، في العين وفي القلب. هم أجيال الزمن الآتي، هم سور الأمة في الغد، حلما كان وأنا أنهل منهم، أحلاما تصنع فجر الوحدة، أحلاما تصنع أمل الأمة، أحلاما تغسل كل الآثار الهمجية في الدرب. الحنجرة العربية هتاف، هتاف فينا بنفس الحرف، حرف النور وحرف القدسية. الحنجرة عربية، والصوت عربي، والكلمة عربية، وعبر فضاء عربي تغطي الخيمة فكرا، تعطي الكلمة لحنا. عزيزي المواطن العربي، أنا أتحدث إليك الآن من خلال القمر الصناعي العربي، أول قمر صناعي عربي، عربسات. وأتمنى أن يكون تحقيق هذا القمر الصناعي تحقيقا لتواصل دائم ومستمر بين المواطنين العرب على اتساع الأرض العربية، وأن يكون سبيلا إلى وحدة فكرية عربية، وحدة قومية عربية، وحدة سياسية عربية، وحدة اقتصادية عربية، وحدة اجتماعية عربية، تعيد إلى الوجود مرة أخرى حضارة العرب. سعد أردش. ونعبر الزمان ونقتل المكان، قوافل تتلوها قوافل، لنزور تاريخ الماضي في هذا المكان. قحطان القحطاني ممثل ومخرج من البحرين، أحيي المشاهدين العرب من تلفزيون بغداد. سوف أتحدث لكم بشيء مقتضب أو مقتصر عن الإيقاعات الخليجية. في الحقيقة عندنا في البحرين إيقاعات راسخة الجذور وفنون أصلها بحري، لأن في البحرين عندنا كما هو معلوم وفي دول الخليج كان الناس يعيشون أو يعتمدون على الغوص والبحث عن اللؤلؤ في منطقة الخليج، وكان كانت هذه السفن التي تخرج من وقت لآخر كانت تحمل على ظهرها أشخاص كثيرون من غاصة ونواخذة إلى آخره، وكانت هناك إيقاعات تؤدى في هذه السفرات الطويلة التي تستغرق من 3 إلى 4 شهور في وسط البحر، وكانت هذه الإيقاعات تؤدى على ظهر السفينة، وهي إيقاعات راسخة الجذور. وهناك تشابه، أحسست بأن هناك تشابه كبير بين الإيقاعات الخليجية والإيقاعات هنا في العراق، حيث استمتعت منذ يومين بإيقاعات فرقة البصرة التي استمتع بها الكثير ممن شاهدوها. وفي اعتقادي بأن هناك ليس خلاف في أن الفنون الموسيقية والفنون الأدبية بشكل عام
كما قلت هي فنون راسخة الجذور ولا تختلف عنها من منطقة إلى أخرى. سلام عليك أرض بلادي، عرق الدم والنبض صلاة، لجمع سواعد نهتف. الله الله يا زمن الأحفاد. هنا بغداد. تحياتي ليكم من بغداد، بلدي الحبيب اللي بزوره لأول مرة. الطيب صديقي المغرب، أولا أريد أن أحيي جميع المشاهدين العرب في كل الأقطار العربية من بغداد، من بغداد المناضلة. أتكلم عن دور الفنان الممثل وتأثيره في المتفرج العربي. أنا شايف إن الممثل ما هواش مجرد شكل، ما هواش مجرد موهبة وبس، أو إنه خريج معهد تمثيل وبس. شايف إن الممثل لازم يكون محمل بقضية الإنسان العربي في كل مكان. قضيته مش بمعنى مشاكله السياسية، المشاكل السياسية لها متخصصين لها، انما مشكلته الانسان العربي اللي بيعاني من مشكلة اجتماعية في اي مكان. شايف انه لازم ينقل وجهة النظر بتاع الكاتب بامانة. شايف انه لازم يجسد الشخصية اللي بيعملها بصدق. شايف انه ما يقدمش على اي عمل الا اذا كان العمل هادف وبيقول كلمة تفيد الناس وبيحللهم مشاكلهم. الحظ اسعدني باني عملت في تلفزيون ادوار يعني ممكن الى حد ما نشوف فيها الجانب اللي انا بتكلم عنه ده. مثلا شخصية سيد الدوري في مسلسل عيلة الدوري اتكلم عن مشكلة اجتماعية اعتقد انها موجودة في بيوت كتير قوي في العالم العربي. شخصية حافظ رضوان في مسلسل الشهد والدموع ايضا شخصية بتتكلم، طبعا العمل كله بيتكلم عن مشاكل اجتماعية موجودة وممكن تكون موجودة في القاهرة زي ما موجودة في بغداد زي ما موجودة في اي قطر عربي. الشخصية نفسها بتقول معنى كبير جدا، والمعنى ده انا تحمست له جدا بمجرد ما قريت النص. في حالة عامة دلوقتي في العالم كله بتخلي الناس تتكلب على المادة على الفلوس بأي شكل وبأي وسيلة. من خلال شخصية حافظ بقول للناس اللي بتتكلب على المادة وعلى الفلوس بأي شكل انهم غلطانين، وان اللي بيحصل على الفلوس بشكل مش سوي هيدفع الثمن ان آجلا او عاجلا. عشان كده انا بقول انه الممثل لازم يكون محمل بقضية الانسان العربي في كل مكان. شكرا. يوسف شعبان. الغريب اغرب ما يمكن ان يشاهده الانسان هو التمثيلية العربية. يعني السؤال المطروح هو كيف كل المخرجين العرب وخصوصا المسلسلات الدينية، هذه الاشخاص المزيفة كلها بلباس مزيف وبأصوات مزيفة، مثلا الممثلون بتعرفوا في الحياة العادية بيحكي يتكلم طبيعي جدا يعني كما أتحدث الآن، ولما يقف أمام الكاميرا يصبح كأنه خارج منه إنسان آخر، فهو طبيعي في صوته وأمام الكاميرا يمكن يقول مثلا
وهذه يا أمي أرزة حلوة تحبينها وبلحي مزيفة تماما. لما بيسكت شوف اللحية بتحرك من بعد، يعني شيء يجلب الضحك أكثر مما يجلب أشياء جدية، خصوصا أن المواضع الذي يتناول يعني موضوع الفيلم أو القصة يعني جدي، فيصبح فيه أشياء هزلية تماما كأنهم أفلام قديمة لشارلي شابلين أو غيره بدون عبقرية شارلي شابلين بطبيعة الحال. وهناك أشياء أخرى أريد أن أقولها، وأنا لاحظت هذا من خلال مشاهدتي لهذه التمثيليات خصوصا في البيوت، لما الأطفال الصغيرين بيشوفوا هذه الأصوات المخيفة وهذه الوجوه المخيفة وأحيانا وجوه يعني شبيهة شوية لدراكولا ولا شيء، فيبدو كأنه فيلم مخيف كأنه فيلم دراكولا أو شيء من هذا القبيل. لا يمكن في اعتقادي أن نجد البديل إلا إذا تفهمنا معنى الصورة. فنأخذ مثلا التعليق في مجال الرياضة، لما نشوف ماتش مباراة في كرة القدم المعلق بيقول لك مثلا اللاعب الفلاني بيجري بالكرة بسرعة بسرعة سقط على الأرض، سقط على الأرض، هذه أشياء بيشاهدها المتفرج. المطلوب منه تعليق آخر مو تعليق على ما يراه المشاهد، المطلوب مثلا أن يقدم لنا هذا اللاعب أو يحكي أي شيء ما عدا ما يشاهده. يعني التلفزيون العربي في الحقيقة هو إذاعة بالصور بس، لأن الصورة غير مهضومة، فلما نهضم الصورة ممكن نعمل تلفزيون. الطيب صديقي، المغرب، شكرا. أرعبني خبر بالأمس الفارق، أخرس صوتي الصوت، عروس القدس الفتية دنستها أقدام اللقيطة الهمجية، ويقينا في زمن من القهر، وكأن القدر يحرك أيدينا لقتل بعضنا البعض. نسقي الدم ماء ليشرب أعداء الأمة نخب انتصارهم علينا. لن ينتصر الباطل، والسيف إن استعار العقل والمبدأ يعطي لظلام الدرب الفجر، والفجر في عيون الأطفال بندقية يقتل أعداء الوحدة والحرية، ويعيد لزمن الحاضر ماء الوجه الهوية. نحن لن نغامر، نحن لن نقامر، إذا اعتلى هامة الفكر انتصار رصيدنا الإنسان في كل دروب الحياة وفي كل أوان، فرح يعتمر الصدر والوجدان. ها هم أحفادك يدكون حصون البغاة الطغيان، وبنفس السواعد وبنفس المبادئ يشيدون على نبل الأرض البنيان. الطواف على جناح الحب في دروب الأمة آن له أن يستريح، وقفة التأمل في محطات زمننا عند بوابات مصنوعة، وحدود الوهم بين الجسد الواحد تعذب صدق الوجدان. يا أمة ما عرفت في تاريخها هذا التمزق وريح العدوان، انتبهوا يا شيوخ يا رجال يا أطفال، أنتم يا عمدة الخيمة، أخاف عليكم من ريح الفرقة تهز أوتاد خيمتكم تلك الغربان، أمطار وعواصف
أرض تهتز تحت الأقدام، ريح تحمل العتمة للفكر العربي الوطن. يا ترابا حمل سواعد الأمجاد، أحمل أقدام من الضعف إلى درب الشمس الوطاء. أماه الأرض، الفكر، المبدأ. وحدي كلمة هذه الأمة، الكلمة فيهم وحدة. الوحدة تصبح شعلة، والشعلة تقتل كل ظلام. وداعا ولتبقى في الأعماق، لقاء النصر بيارق، لقاء الحب والوحدة انتصار. فلتحملينا يا خنادق للواء الغد المشرق. بيارق بيارق بيارق.